سبب الانفلونزا كنت اسأله عن زي كوحين حالات كده كده يا جامد. تعمل ربنا تاخد مع بعض كده الموضوع. حاسس ان احنا كلنا محتاجين ليه بيتك اسرتك تخدم بره كتير قوي تهتم بره كتير. هل احنا بنهتم ان احنا نخدم بيتنا نخدم اللي موجودين فيه اهلنا سواء كبار او صغيرين؟ يقول كده الكتاب المقدس: وان كان احد لا يعتني بخاصته ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان وهو اشر من غير المؤمن. الكتاب المقدس بيقول كده يعني عدم اهتمامنا ببيتنا واسرتنا ده اصعب من الانسان اللي هو مش مؤمن كمان. تخيلوا. خلينا نتكلم مع بعض كده وناخد شاهد من رساله بولس الرسول لكولوسي الاصحاح الثالث. بيقول كده: البسوا كمختاري الله المقدسين احشاء رأفت لطفا تواضعا وداعا طول اناه محتملين بعضكم بعضا مسامحين بعضكم بعضا ان كان لاحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبه التي هي رباط الكمال ليملك في قلوبكم سلام الله الذي اليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى وانتم بكل حكمه معلمون ومنذرون بعضكم بعض بمزامير وتسابيح واغاني روحيه بنعمه مترنمين في قلوبكم للرب. كل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا كل باسم الرب يسوع شاكرين الله والاب به. ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. ايها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهم. ايها الاولاد اطيعوا والديكم في كل شيء لان هذا مرضي للرب. ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا. ايها العبيد اطيعوا في كل شيء سددكم حسب الجسد لا بخدمه العين كمن يرضي الناس بل ببساطه القلب خائفين الرب وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس الناس عالمين انكم من الرب ستاخذون جزاء الميراث لانكم تخدمون الرب يسوع المسيح. واما الظالم فينال مظلا به وليس محاباه والمجد لله دائما الابد امين. شاهد رائع بصراحه. شاهد بيتكلم عن حياتنا وبيتنا واسرتنا وتوصيات لكل واحد فينا. عارفين يعني لما يجي كده المعجم يقول يعني ايه بيت؟ يعني ايه بيت؟ عرف عن ايه بيت؟ بيت ممكن يجي بمعنى مأوى مكان انا فيه لاقي ستر ليا وبراه انا مشرد. ممكن البيت يجي بمعنى يعني دار مبيت. ده لو دخلت كده عملت سيرش على معنى كلمه بيت دار مبيت يعني بره مش لاقي مكان ابات فيه وجوه راح صح؟ راح جوه البيت فيه راح. ده البيت بالنسبه للعالم مكان مأوى مكان للراحه. لكن في الكتاب المقدس البيت معناه ايه بقى؟ مين شاطر يقول لي؟ ها؟ ايه؟ اسره. جميل. ايه تاني؟ ايوه سمعتها كنيسه. ده الكتاب المقدس. بيت بالنسبه لنا يعني ايه؟ بيت كنيسه. هل بيتك كنيسه؟ الكتاب المقدس يقول لك سلم على الكنيسه التي في بيتك. ذكر ثلاث مرات قبل كده بيت اكيلا وبريسكيلا بيت فيليمون بيت نمفاس ثلاث بيوت ذكر كلمه كنيسه التي في بيتك.
قال انت تعتبر البيت اللي انت موجود فيه دوت هو كنيسه ولا مكان بتقعد فيه وتمشي وخلاص؟ كنيسه يعني جماعه مؤمنين، يعني شركه، يعني حياه مش منفصله، يعني مش كل واحد عايش لذاته ونفسه، لكن هي جماعه مؤمنين. اللي يتعب التاني بيتعب، اللي بيتالم التاني بيتالم. ده مفهوم البيت فين؟ في الكنيسه. بصوا المسيح نفسه كان بيهتم ببيته، يقول كده: وبينه نحن، وبيته ايه؟ نحن. لدرجه ان هو يقول ان هو بذل نفسه، بذل نفسه عن البيت ده. هل انت بتفكر في بيتك بالشكل ده؟ ده اللي احنا نعرفه النهارده. بص بولس الرسول جميل قوي، استخدم اربع افعال عاوزين نتكلم عليها النهارده في ان انت ازاي تاتيني في بيتك. واحد، اربع افعال استخدمهم بولس الرسول. حد خد باله منهم الاربع افعال دول وانا بتكلم؟ كانوا موجهين لينا. واحد، اخضعوا، صح؟ خدت بالكم؟ اخضعوا. تاني حاجه، احبوا. تالت حاجة، اطيعوا. ورابع حاجة، لا تقيسوا. تاني كمان مرة نقولهم، أربع أفعال يضمن لك إن أنت البيت بتاعك دوت أنت فعلا عايش تسنده، تحافظ عليه. إحساسكم كلكم واحد فيه: اخضعوا، اطيعوا، احبوا، ولا تقيسوا. أمين. أول حاجة اخضعوا. بصوا، احنا قافت الحياه بتاعتنا كلها هي ان محدش راضي ان هو ايه؟ يخضع. محدش قادر ان هو يخضع. محدش عاوز يخضع، لا الكبير عاوز يخضع ولا الصغير عاوز يخضع. انا ذاتي. لكن رب المجد يسوع نفسه يتقال عنه كده في الكتاب المقدس ان هو ايه؟ هو جاي من الناصره، يقول لك كان خاضعا لهم. الله نفسه رب المجد يسوع كان خاضع، كان خاضع. الخضوع يحتاج حاجتين، يحتاج ان انت تكون عندك اتضاع، اتضاع. رب المجد يسوع يقول اخلى ذاته اخذا صورة عبد. اتضاع عشان تبقى ازاي تقابل ان انت تخضع اصلا، يعني تقول حاضر انا موافق. طيب وانت جواك ذات، انا الاول، مش حاطط في دماغي اي حد، انا الاول وبعد كده يجي كل الناس اللي بعدي. الاتضاع هو داع، داع. انسان يقول كده عنه رب، يتقال عن رب المجد يسوع ان هو ايه؟ ان هو كان ظاهر بصوره حمل وسط ذئب، يعني سلم نفسه، وديع وطيب. هل انت عندك الوداع وعندك التواضع ده اللي بيخليك تعمل كده؟ قال كده: يلبسهم كمختاري الله القديسين احشاء رأفات. لطف، تواضع، وداع. ده اللي يضمن لك ان انت تبقى خاضع. الخضوع يحتاج اولا ان انت تبقى عندك ثقه في قياده الله لحياتك. يا ربنا انا حيث قادني اسير. واثق في ربنا؟ واثق ان هو يقدر يقود حياتك بشكل صح، ولا انت شايف ان انا الافضل؟ انا اللي اقدر احط افكار صح في بيتي واسرتي وحياتي. انت عارف يا رب، انت لو كنت ساعات الانسان يقترح على ربنا حلول، انت لو كنت عملت كده كان يبقى افضل. لكن الانسان اللي بيعتني ببيته واسرته اول حاجه يتعلمها ويعلمها هو الخضوع. خاضع لربنا، خاضع، مليان بالوداعة ومليان بالتواضع، عنده ثقة في قيادة الله لحياته. بصوا يشوع يقول ايه؟ أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أنا ماشي يا رب، أنا ماشي يا رب، أنا ماشي. ثقة في قيادة الرب لي، ثقة في إن الله خاضع له، لأن عندي ثقة في حكمته. طول ما أنا ماشي قادر إن هو يغير، حتى لو جه في حياتي شر هو قادر إن هو يغيرها للخير. واحد زي يوسف وهو ماشي في حياته يقول كده: أنتم أردتم لي شرا والرب أراد به خيرا. عندك ثقة في إن الله قادر بحكمته إن هو يغير حتى الشر اللي بيعدي في حياتك لإيه؟ لخير. خاضع، إنسان خاضع.
عندك ثقة في حكمة ربنا، عندك ثقة في إن ربنا قادر إن هو يقود حياتك، عندك ثقة في حكمته، بتتعلم من الله في كل لحظة. إن هو نفسه كان خطأ حتى الموت موت، بس عنده خضوع. هل أنت اتعلمت الخضوع ولا لأ؟ اللي يضمنك إن البيت بتاعك بيت يبقى عايش بالمحبة والفرح والسلام، إنك تخضع لربنا. فاللي قدامك هيخضع. إزاي تطالب مراتك إنها تكون خاضعة لكلماتك وأنت أصلا من البداية رافض تخضع لعمل الله في حياتك؟ أنت أهين. إزاي أنت تقول لها عاوزين نعمل موضوع معين؟ طب أنت خاضع لربنا، متضع، قابل حكمته، قابل عمله في حياتك. بتقول يا رب أنا مش قائد البيت ده، وأنت يا رب هو رب الأسرة. أنت يا رب اللي بتكون سفينة حياتي. يبقى أول حاجة أنت محتاج تعيشها هي إيه؟ الخضوع. أمين؟ أمين. أول عمل هو إيه؟ الخضوع. تاني حاجة، لأن أول حاجة الخضوع، تاني حاجة إيه؟ أحبه. أنا عاوز دايماً تاخد الفعل ده مش على إن هو كان بيوجهها للراجل أو للست، بس أنا هوجهها ليه؟ لينا كبيت وكأسرة. أحبه. تحب في بيتك ولا شايف نفسك ان انت الوحيد اللي المفروض تتحب؟ الحب يحتاج انكار للذات. يعني انا ما بطلبش اللي ليا يا رب، انا مش عاوز اللي ليا، انا عاوز اللي انا بحبه. انواع الحب كتيره، في انواع حب يقول لك حب، يعني حب ذات نفسي شهواني جسدي، حب عاوز يشبع كل رغباته، ده حب العالم. لكن الحب بتاعنا احنا اسمه اغاني، في شركه، في تضحيه. بدايه الحب الحقيقي هو ايه؟ انكار للذات. انكار للذات. يقول كده: ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسه واسلم نفسه لاجلها. ده في افسس 5. تحب بيتك ازاي؟ زي ما المسيح احب بالظبط. طب المسيح احب ازاي؟ اسلم ذاته لاجل الكنيسه. سلم نفسك. يعني حياتي دي مش غاليه يا رب، انا مش فارقه بالنسبه لي ليه؟ لاجل بيتي واسرتي. انا في الاخر بكر ذاتي، مش انا عاوز حاجتي اللي هي تتعمل رقم واحد ومش مشكله باقي اللي موجودين في البيت. يبقى احبه تحتاج انكار للذات، تحتاج رقم اتنين تحتاج تضحية. والحب ببلاش ولا في ثمن لازم يندفع؟ المسيح من اجل حبه للكنيسه عمل ايه؟ بذل نفسه، ضحى بحياته، حتى لو ممكن ده يبقى فيه بالنسبه له ثمن غالي. لكن انت عندك استعداد تحب وتدفع ثمن ولا لا؟ ده سؤال. انا عاوزك تبص على محبه يكامل لموسى حبت ابنها. زي يقول لك بالايمان اخفته 3 اشهر وما خافتش من ايه؟ من حكم الملك. مش فارقه ليه؟ انها رايها الصبي جميل. حب حتى لو في ثمن انا مستعد ادفعه. بص على حب اسير لشعبها، عارفه ان في ثمن وتضحيه ممكن تدفعها وممكن تضحي بحياتها. عملت ايه؟ اتقدمت لاحشاويرش الملك، اتكلمت معاه عشان ايه؟ سلامة شعبها. بص على رعوس، ازاي حبت حماتها وقدمت تضحية. ايه التضحية؟ كانت تقول لها: بصي انا همشي وراكي مهما حصل، شعبك شعبي، الهك الهي، حيث ما بت ابيت وحيث ما مت اموت وهناك اندفن. انا ماشي وراكي، في ثمن هيدفع ما عنديش مشكلة. الحب يحتاج انكار للذات، يعني تحط اللي قدامك اولا. حب يحتاج تضحيه، في ثمن هيندفع وانا مستعد يا رب للثمن ده ان انا اضحي بيه. يقول لك: واحشاء رأفت. احشاء رأفت يعني قلبك حنين. اكتر حاجه تعبنا بصراحه اليومين دول ان كلامنا لاذع، كلامنا قوي جدا، يجرح اللي قدامك وانت مش حاسس. يا جماعة أصعب حاجة بتجرح اللي قدامك هو كلمات، صدقني.
تبقى انت وكلنا يمكن جربنا، تلاقي كلمة صغيرة تخليك اليوم كله قاعد متأذي وتعبان. طب ليه انت ما بتراعيش كلمتك؟ راعي الكلمة، خليك رقيق، خليك حنين، خليك لطيف، خلي عندك أحشاء رأفات. لا ينظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو للآخر. بص على السيد المسيح في طريقة حتى كلامه وعتابه، محبته كانت فيها إيه؟ رقة. يتكلم مع واحدة زي السامرية خاطية، وقع في خطايا في منتهى الصعوبة، بعيد عن ربنا، لكن يتكلم معاها ويقول لها يشجعها بالصواب. أجابتي بص على المسيح وهو بيتكلم مع المرأة الخاطئة دي، واحدة أمسكت في ذات الفعل، كان ممكن يمسكها ويقول لي أنت خاطئة وأنت صعبة وأنت عملتي، حتى في اعتاب بدل ما اعتابك يكون أنا بحبك، أنت ليه عملت كده، أو أنت ليه عملت الموضوع ده، إحنا يعني كان أفضل نعمل كده، كلمات رقيقة، لكن أنت عملت وعملت وعملت، أنا بعاتبك أهو، ما بسموش عتاب، ده أنت كده عامل له كرسي القضاء وبتحاكمه. لكن المسيح يقول لها يا امرأة أين هم المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ بص الكلمات دي، ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا. حب، حب مليان بإنكار الذات، أنا مش الأول. حب فيه تضحية، فيه ثمن هيندفع، اوعى تكون فاكر ان الحب يعني انا اشبع رغباتي، لا ده انا هدفع ثمن، هو انا مستعد ان انا ابذل حياتي كلها من اجل الناس اللي انا بحبهم. حب فيه احشاء رأفات متسع قلبي، مش ضيق وكل كلمة بتتعبني ضيق وبحافظ على مشاعري اللي قدامي. امين. يبقى عشان تعترف بيتك محتاج رقم واحد انت يبقى عندك وعايش ايه؟ خضوع. رقم اثنين انت تعيش ايه؟ الحب. رقم ثلاثة يقول لك اطيعه، اطيعه طاعة. ودايما وانت بتتكلم بص على مين؟ بص على رب المجد يسوع. هل انت عايش الطاعة دي ولا مش عايشها؟ بص انا عاوز اسمعكم كده شاهد جميل قوي في تثنية 6، يقول كده اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك أنا اليوم بها على قلبك، قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. أيها الأولاد أطيعوا والدين. بتطالب اللي معاك بالطاعة، وهل أنت عايش الطاعة ولا مش عايشها؟ الطاعة تبتدي بطاعة الوصية، طاعة وصية الله، إن أنت تعيش الوصية فتلاقي كل اللي حواليك عايشين الطاعة دي. يقول كده أنت محتاج ثلاث حاجات، احفظ الوصية، احكيها، وجاوب كل من واحد يسألك عنها. احكي الوصية، هل انت حافظ الوصية ولا مش حافظها؟ هل كلمة الله موجودة في حياتك ولا بعيدة عنك خالص؟ احفظ الوصية، يقول كده سفر التثنية، اربطها على ايدك. هل انت بتطيع الوصية رابطها على ايدك؟ يعني كل عمل بتعمله في حياتك تسأل نفسك هل ده موافق لكلمة الله ولا هي ضد كلمة الله؟ كل عمل بتعمله تسأل كده انا همد ايدي للعمل ده يا رب ده بينفذ وصيتك ولا لا؟ لو ما بينفذهاش يا رب انا مش عاوز اعمله مهما كان هيديني مكسب، لكن انا مش هقدر انفذ العمل ده. طيع الوصيه يعني يقول لك احفظها بين عينيك. طيع الوصيه يعني احنا قلنا اربع حاجات، حط، لا احنا بنتكلم في طاعه الوصيه، حط الوصية على ايدك، يعني اي عمل بتعمله هو عمل بتأكد ان ده موافق لكلمة الله. رقم اتنين يقول لك احفظها بين عينيك، حطها عصابة بين عينيك، يعني في طاعتك للوصية بتقول انا يا رب كل حاجة ببص عليها، ببص عليها من خلال كلمة الله ووصيتك، يعني بطيعها. لو انت بصيت بعيد عن الوصية هتبص بعين العالم، يقول لك وكل ما في العالم هو
شهوة العين وتعظم المعيشة والعالم يمضي وشهوته معه. لكن انت بتبص لحياتك ازاي؟ تطيع الوصية يعني عينيك ما بتبصش غير من خلال الوصية. هطيعها يا رب، هطيعها بس على اساس ان انا ما ببصش غير من خلال كلمتك دي اللي بتضمن لي ان انا عيني تبقى مليانة بيك انت. يقول لك اكتبها على قوائم بيتك. اكتبها على ايه؟ على قوائم بيتك. يعني ايه تكتبها على قوائم بيتك؟ يعني بص يا رب، البيت دوة اللي احنا عايشين فيه مبني على اساس وكلمتك. انا هطيع الوصية، يعني هحطها اساس عمدان في بيتي. اكتبها على قوائم بيتك، قائم اليمين والشمال. يا رب انا بيتي ده قايم على ايه؟ على طاعة الوصية. اكتبها على ابواب بيتك، ده مش على القائم وبس، وعلى كمان ايه؟ على ابواب بيتك. يعني انا في طاعتي للوصية هعمل ايه؟ مخارج الكلمة، اي مخارج ومداخل باب بيتك اللي هو باب قلبك، يعني اي حاجة داخلة واي حاجة خارجة هتبقى اساس الفلتر بتاعها هو مين؟ طاعة كلمة الله. طاعة كلمة الله، انت عشان خاطر البيت بتاعك تعتني بيه محتاج ان انت تطيع كلمة الله. يعني تحفظ الوصية، واحفظها يعني مش كلمة كده، لا احفظها يعني في عملي، في نظري، في أساس بيتي، في مداخل ومخارج قلبي، أن رب حافظ الوصية. طب أنت لو طيع الوصية دي هتلاقي بيتك كله بيعمل إيه؟ طيع الوصية، حافظها وماشي بيه. احفظ الوصية يعني كلمة الله موجودة في قلبك، مش تحفظها وبس، كمان تحفظها وتتكلم عنها. هل أنت بتتكلم عن كلمة الله؟ هل انت بتحكي عنها؟ هل محبتك لكلمة ربنا بتخليك في كل لحظة تتكلم عنها؟ طب بتقعد مع أولادك؟ طب بتجمعهم؟ طب بتقولهم تعالوا نتكلم عن كلمة الله، تعالوا نتكلم عن وصية الله وازاي نعيشها وازاي نطيعها؟ ده الأساس. احفظ كلمة ربنا، احكي عنها في كل مكان، عيش بيها. طاعة الوصية معناها ان انت تختبر وصية الله، تختبر العمل ده. دايما في قصة كده بنحكيها بس هي طويلة شوية فانا مش هحكيها النهاردة. يعني معناها في الاخر ان انت بتقول ان وصية الله او اي كلمة، يعني واحد بيديك مثلا بيديك وصية، كان واحد بيقول كده حكم للبيع، واحد بيقول ايه؟ حكم للبيع، حكمة بفلوس. فجي يعني واحد اخذ الحكمه دي منه، دفع ثمن الحكمه، فقال له الحكمه، فقال له انا عارف الحكمه دي، فقال له جربتها، جربت الحكمه دي؟ قال لا ما جربتهاش. قال له خلاص جرب. فلما وقع في موقف افتكر انه دافع فلوس في الحكمه دي فقرر يجرب. مشكلتنا ان احنا الوصيه وكلمه الله جت لنا مجانا فبتخلينا ما نجربهاش. الله لما بيقول لك وصيه بيديك عمل قائم جوه الوصية وقوة قادرة ان هي تخليك تنفذ الوصية دي. عشان كده عشان تختبر الوصية وقوتها اختبر ان انت تطيع الوصية وتنفذها. يبقى انت عشان البيت يبقى قائم فعلا وانت بترعاه رعاية حقيقية لازم تعيش الطاعة، تطيع الوصية، في طاعتك الوصية تحفظها، في طاعتك للوصية تختبرها وتعيشها، في طاعتك للوصية تحكي عنها. يقول لك قصها على أولادك، قصها على أولادك. يقول لك كده لما هعمل حجارة في المكان ده بعد ما خرجوا من النهر، اعمل حجارة. تعمل حجارة ليه؟ عشان ولادك لما يشوفوك بكرة ويسألوك ايه هي الحجارة دي تقول له ايه؟ ده الله عمل معايا وعمل وعمل وعمل. لكن لو انت ما بتحكيش عن عمل الله في حياتك، أولادك إزاي هيطيعوا كلمة الله وبعد كده هيطيعوك أنت اللي عايش في البيت؟ أمين. يبقى أنت عشان تعتني بأهل بيتك تحتاج أربع حاجات. واحد، تحتاج إيه؟ خضوع. خضوع ده يعني أن أنت تحط نفسك
خاضع لله في كل عمل، بقى عندك وداعة وتضاع. رقم اتنين محتاج ايه؟ محتاج حب، والحب ده في انكار للذات، في تضحية، في انك تحط اللي معاك قبليك. عشان تعتني باهل بيتك محتاج طاعة، وطاعة تبتدي بطاعة الوصية. تطلبش حد يبقى عنده طاعة وانت كاسر كلمة الله في حياتك. وقلنا ان الطاعة فيها ان انت تبقى حافظ كلمة الله، فيها ان انت تبقى مختبر كلمة الله، فيها ان انت تبقى عايش وبتحكي عن كلمة الله. امين امين امين، بموتك يا رب نبشر. رابع حاجة واخر حاجة، لا تغيظوا اولادكم. لا تغيظوا اولادكم. على فكرة كلمة تغيظ دي لما تيجي تدور عليها مش بمعنى ان انت تضايقه، لا، بمعنى ان انت تنقضه نقد لازع فيه عدم احترام، في عدم احترام. ما تغصش اللي معاك ايا كان، ابنك، مراتك، زوجك، ايا كان اللي موجود. بلاش النقد اللازع، بلاش التوجيه اللي فيه الم وجرح. المسيح لما بيجي يوجهنا ما بيوجهناش باسلوب يعني باسلوب جارح. يقول كده: تاديبا ادبني الرب والى الموت لم يسلمني. انا عاوزك تبص على ازاي الله وهو بيشوف حاجة غلط، بس رب المجد وهو موجود وشايف حاجة بتحصل غلط، لما كان بيوجه كان بيوجه ازاي. في فرق ما بين اللي مش قابل ورافض عمل الله في حياته، وما بين بيتك اللي هو قلنا ان هو ما اسموش بيت، اسمه ايه؟ كنيسة. كنيسة فيها ان انت لما توجه توجه بمحبة، توجه باحترام. اكتر حاجة محتاجينها على فكرة، من اكتر حاجات اللي محتاجينها واحنا بنوجه بعض، الاحترام. الاحترام يعني بتحترم مشيئة اللي معاك، تحترم ارادته. مسيح وهو بيوجه المرأة الخاطية يقولها: اما دانك احد؟ اذهبي ولا تخطئي. في توجيه واحترام للحرية، في توجيه واحترام للحرية. مسيح بيحترمني. مسيح يقول كده: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن فتح لي أحد أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. لا بيخبط، لا بيوجه في مرة واثنين وتلاتة. التوجيه ده يحتاج طول أناة، صح كده ولا أنا غلطان؟ طول أناة. الله هو بيوجهنا مش نفس قصير، بيحترق إرادتنا، وفي نفس الوقت عنده إيه؟ طول أناة. يقول كده إيه؟ اتركها هذه السنة أيضا. مش مع أول كلمة وخلاف تلاقي مفيش سعة صدر، فيه نرفزة، فيه صوت عالي، يفقد معاه الاحترام، تفقد معاه المحبة. لكن المسيح بيعمل ايه؟ انا يقول اتركها هذه السنة ايضا. في طول انا، بص على طول انا الله، بص على طول انا الله، ما بيجيش من اول لحظة ويروح، لا. المسيح ماشي واحدة واحدة معايا، عنده طول انا. يقول كده طول انا دي، يقول الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. عنده طول انا، سعة صدر، احتمال. يعني انا مستحمل، انا عندي. تعرف امتى يبقى عندك سعة صدر؟ لما يكون عندك حب، عندك مخزون من الحب كافي يخليك تحب اللي قدامك. لو ما عندكش سعة صدر معناه ان انت ما عندكش حب. اول ما تلاقي نفسك مش مستحمل اللي معاك، لا ابنك ولا بنتك، زوجتك، تعرف ان انت ما عندكش كم من الحب زيادة، حبك قليل. اللي بيحب كتير بيستحمل كتير. سعة الله كان عنده لينا سعة صدر، الله عنده احترام لينا، الله عمره ما ضغط علينا وخدنا غصب عننا. الله عامل زي العريس اللي بيتقدم كل يوم لينا ويخبط، واقف على الباب: إن فتح لي أحد، لو حد فتح لي، هدخل إليه أتعشى معه وهو معي.
عجبني قوي تامل ابونا ارميا في الحته دي، اتعشى معه وهو معي، يعني هو بيقدم لي عشاه وانا بقدم له عشايا. هو جايب، عارفين الباربيكيو ده اللي هو مش الباربيكيو، اللي هو الديش بارتي. ديش بارتي بيعمل ديش بارتي. يعني ايه ديش بارتي؟ يعني كل واحد يجيب صينيه، واحده تعرف تعمل صينيه مكرونه بشاميل فتجيب صينيه مكرونه بشاميل، حد بيعمل صينيه رق يعمل صينيه رق، وكل واحد يجيب الصينيه بتاعته. ديش بارتي، انت جايب الصينيه بتاعتك والمسيح جايب الصينيه بتاعته. انت جايب في ايدك ايه؟ انا جايب في ايدي يا رب، انا جايب خطاياي، ده اللي في ايدي، جايب ذنوبي، جايب كل نجاساتي وعدم طهارتي وعدم احترامي للاخرين. طب وانت يا رب جايب ايه؟ انا جايب فدا، جايب خلاص، جايب احتمال، جايب محبه. لو قبلت انا هاكل كل اللي انت جايبه واشيله على راسي، وانت تاكل كل اللي انا جايبه وتشيل خلاصي. صح كده؟ امين. يبقى ان كان احد لا يعتني باهل بيته قد انكر الايمان. عشان تعتني باهل بيتك محتاج اربع حاجات، صح كده؟ واحد، محتاج ايه؟ خضوع. لو سمحت اخضع، اخضع، بلاش تبقى واقف رافع راسك وبتقول انا الاول. محتاج رقم اتنين، حب. انكر ذاتك زي ما المسيح احب الكنيسة وبذل نفسه لاجلها. رقم ثلاثة، محتاج طاعة. طيع، طيع الوصية، وصدقني صدقني صدقني، لو طعت كلمة الله صدقني لوحديهم ولادك وبيتك ومراتك هتلاقيهم بيطيعوا، ما تعرفش ازاي بيسمعوا الكلام. ليه؟ لانك خاضع وبتطيع كلمة الله، فكلمة الله بتقود حياتك وبتخليك تحيا في سلام وفرح. ورابع حاجة، لا تغيظوا، يعني تعيش باحترام، باحترام لبيتك ولأسرتك، احترام للحرية واحترام للكلمة واحترام لللفظ، باتساع قلب واتساع صدر واحتمال اللي حواليك، مش واقف على الكلمة وأول ما تحصل حاجة غلط كلمتك على طول بتعمل ايه؟ قابل التأديب، ده الاحترام. الله وهو بيتعامل معايا حتى لو في تأديب تلاقيه بيحترمني، بيعلم كأب، بيعلم كأب مش بيضايقني. انت محتاج تتعامل كمان بنفس الفكر ده، باحترام واحترام للحرية. ده اللي بيخلينا نحيا واحنا معتنين بأهل بيتنا. لنا ليه كل المجد والكرامة الى الأبد. امين. واسف على الإطالة.